بنصبح عليكم انا وابونا جورج رايحه في هذا اليوم المبارك، بنعتذر على اللي صار في بدايه الحلقه. منار عماري لوحده اليوم في البث المباشر كون شوي بوعكه صحيه، ريمون حتى نتمنى له السلامه. وايضا لسه لازلنا احنا في اجواء الكورونا ابونا، وفي كثير اصابات عم نسمعها، يعني صارت عم تعيش بيناتنا واحنا مش عارفين انه احنا مصابين وعم تنتقل بشكل سريع. بس انا بدي انه كان عندي خطبه يوم الخميس، فكل لازم يفحص بي سي ار قبل ما يفوت على الخطبه. كل المدعوين قبل 48 ساعه، فاطمئن انا حالنا كمان بعرواهم. بس ما في كثير التزام يا ابونا، انه احيانا بيكون البي سي ار مثلا بيطلع نيجاتيف سلبي، لكن بيكون لسه مش ظاهر الاعراض على بعض الاشخاص اللي مصابين. بس بدنا نتواقى ودائما نستعمل كمامة ودائما نستعمل الإجراءات الصحية والتجمعات، فلازلنا في هذه الأجواء، وخاصة هلأ إحنا في أعتاب الشتاء والطقس البارد، فبتكتر الأمراض والفيروسات والإنفلونزا، فالسلامة للجميع بنتمناها. نحن بهذا الأسبوع كانت في أحداث كثيرة بكنيستنا، طبعا بنشرة الأردن في أسبوع تم تسجيل الكثير من النشاطات والفعاليات. فمثلا في عنا أخبار عن نهاية السنة في القداديس الإلهية وبداية السنة الجديدة، وأيضا الإعلانات بدأت في بدء التحضير لاحتفالات العماد على نهر الأردن بالمغطس. فعنا احتفال إن شاء الله الجمعة القادم، الكنائس الكاثوليكية تحتفل بعماد السيد المسيح على ضفاف نهر الأردن، طبعا في كنيسة يوحنا المعمدان في المغطس والقداس الساعة 10 صباحا. للأسف مش زي كل سنة يعني الجموع والجماهير اللي بتكون متواجدة في هذا الاحتفال، يعني يفوق عددها فوق 5000 شخص، لكن السنة محددين بألف شخص، ف راح يكون العدد محصور. لكن نحن نورسات سننقل الاحتفال مباشرة على صفحتنا، وإن شاء الله على أيضا على تلفزيون نورسات إن كان في إمكانية، أو إنه مثلا ممكن مش بنفس الوقت، ممكن بعد ساعة أو ساعتين، فإن شاء الله لأن المنطقة بالمختص بتكون شوي الإرسال والنت شوي ضعيف، فأحيانا بتقطع وهيك، فإحنا راح نسجلهم ونبثه مرة تانية على التلفزيون إن شاء الله. فالقداس هو الساعة 10 صباحا من نهار الجمعة القادم. نتمنى على الجميع اللي بيقدر ينزل كان بيمسجل اسمه، واللي ما بيقدر بيتابع الاحتفال على التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإحنا رح نكون بثين القداس مثل ما حكيت. طبعا الحكومة وجلالة الملك وجلالة الملكة الجميع هن برأس السنة الميلادية، فدائما الحكومة والرعاية الهاشمية دائما مواكبة احتفالاتنا، فنتمنى هذه السنة تحمل الأمل والرجاء والانفراج، الهدوء والطمأنينة لكل شعبنا ومواطنينا في الأردن وفي العالم أيضا. فبالنسبة لأخبارنا الأخرى، في طبعا هذا الأسبوع أيضا بدأت الأسبوع القادم 18 الشهر ل25 تبدأ الاحتفال أيضا بصلاة الوحدة المسيحية، فرؤساء كنائس الأردن سوف يقيمون احتفال بهذه المناسبة يوم 24/1 في كنيسة الفادي الإنجيلية. الدواب الأول الاحتفال القصفة حداد، لكن بعتقد أنه سيدنا المطران سني عازر رح يكون موجود إن شاء الله. إن شاء الله. وأيضا هناك أخبار عن الكنيسة الأرثوذكسية، مباركة الشمامسة وتعيين الشمامسة ورسامتهم اللي كانت الأسبوع الماضي، كانوا في اثنين وفي كمان واحد على الطريق إن شاء الله. أسامة مرجي واحد منهم والثاني من بيت حداد كمان. ف
الله يزيدهم ويبارك هذه النعمة نحكي الكبيرة. باليوناني لهم، نحكي باليوناني أكسيوس أكسيوس مستحقين. نعم. وأيضا هناك احتفال للمتطوعين في كاريتاس، اليوم سوف ننقل هذا الاحتفال على صفحتنا على فيسبوك في الساعة 6 مساء من كنيسة سيدة السلام. رح يكون في احتفال مرور 20 عام على مجموعة المتطوعين لسيدة السلام، لكاريتاس بسيدة السلام. وفي أيضا هناك إعلان أيضا في رهبات الفرنسيسكانية، طلبوا منا نعلن، عاملين دورة للتعليم المسيحي مع الأب الزكي صادر اليسوعي، وذلك يوم الخميس 3 شباط ولغاية يوم الجمعة 4 شباط، تقام الدورة في مركز سيدة السلام. وأظن هي على الدورة هذه على مدى 2 أسبوع، راح يكون يوم خميس وجمعة، فاللي حابب إنه يسجل في هذه الدورة يتواصل مع رهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم للاشتراك في هذه الدورة. اليوم حلقتنا عن مفاعيل السر المعمودية، طبعا في عنا اتصال مع أبونا فرح حجازين للحديث عن هذا الموضوع. وقبل ما نبدأ ناخذ البركة أبونا والصلاة لنمنحنا الأمان والبداية الموفقة إن شاء الله في برنامجنا صباحكم نور. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، هللويا. نعمة يسوع مع الجميع. أمين أمين يا رب. طبعا نشكر كل الأشخاص الموجودين معنا على البث المباشر، وأيضا كل الأشخاص اللي عم بيشاهدونا إن كان على التلفزيون أو على صفحة فيسبوك. منصبح عليهم هيفاء ستو وأيضا أم فادي إيبون حتر، أهلا وسهلا صباحكم نور. أم خليل النمري ونهيل الصفدي خوري وصها السلفيتي، إيهاب عماري، وأيضا كل الأشخاص اللي عم بيصبحوا ومتحمسين لحلقتنا اليوم عن مفاعيل سر العماد. أبونا في كتير بيكون في يعني تساؤلات عن من وضع سر المعمودية ولماذا وضع بهذا الشكل، ولماذا الاهتمام الكنيسة بالمعمودية، ولماذا التخطيص، ولماذا المي، وأي سن المعمودية، ما هي الأمور التي تسبق المعمودية. هلأ إذا كان تليفون أبونا فرح جاهز بناخد التليفون شباب، أوكي، أو منبلش مع أبونا جورج رايحة للحديث عن سر المعمودية. يعني بالحقيقة قبل أن يخلق آدم وحواء، نعم، منذ بدء التكوين، نعم، وكان بيخبرنا الكتاب المقدس وكان روح الله يعني يظهر على المياه، يرفرف، نعم، على المياه، نعم. هذا رمز للروح القدس، والمياه أصلا رمز للعمال. فبكل الديانات التوحيدية اليهودية المسيحية الإسلامية أو حتى الوثنية كلهم دائما كان في مدلولات للمياه، لأن المياه تساوي الحياة، الماء هو أساس كل شيء حي، نعم. ما في ماء ما في حياة، نعم، لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. فالمياه في لها هذه الخصوصية. وحكى يوحنا المعمدان لما كان يعمد قال أنا بعمدكم لأجل التوب وتتجهزوا للي جاي بعدي، اللي هو يعني أنا سبقته بس هو كان قبلي، قبل، نعم، أن يكون العالم كان هو. فإجا يسوع المسيح وحكى مع نيقوديموس بمطلع إنجيل يوحنا، النقاش اللي تم بين نيقوديموس ويسوع. نيقوديموس أحد العلماء الهامين بين علماء الشريعة والكتاب المقدس القديم العهد القديم، فيعني قال له يسوع لازم يولد الإنسان من جديد، الولادة الجديدة بالمعمودية اللي بتأخذ فيها نعمة الروح القدس. قال له يعني كيف أرجع بطن أمي وأولد من جديد؟ قال له إذا أنت أهم علماء اليهود مش فاهم، يعني بحكيت لك الأشياء البسيطة وما فهمت علي، كيف لما أحكي لك عن نعمة الروح القدس؟ كيف لما نفوت المولود من الماء يبقى إنسان من جسد، ولكن المولود من الماء والروح هو اللي بيصبو. والكتاب المقدس يخبرنا كثيرا عن رمزية الروح،
إن الله هو الروح، فبالروح نعبد الله، يعني مش بأجسادنا مش بحركاتنا، مع إنها كلها جميلة وتعبيرية، كل شيء بنعمله بكنائسنا، كل شيء بنعمله من طقوس، ولكن الأساس والعمق هو من داخل قلب الإنسان، من نفسه. نشوف المعمودية البيزنطية القديمة، لازم الطفل المعمد يشهق، يعني ينخنق، يحطه بالمية بينزل النفس، بوقفه بعدين بصوم، يقول الموت والقيامة مع يسوع المسيح. والنص بخبرنا أن يسوع المسيح صعد من الماء، لما بيحكي وعد أن تم العمى صعد، شو يعني صعد؟ يعني كان تحت المي وطلع لفوق. معنا اتصال طبعا أبونا فرح حجازي. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار إليك. الله يخليك يا رب. كيفك اليوم؟ كيف صحتك؟ الله يسعدكم، دائما مستعدين وجاهزين، تعطونا أهلا وسهلا. أمين يا أبونا، صباحك نور، كل عام بخير. أهلا وسهلا، كل عام بخير يا أبونا. أبونا، مفاعيل المعمودية حلقتنا لهذا الصباح، فتخبرنا عن هذه المفاعيل ومفهوم المعمودية في كنائسنا ودياناتنا كمان، ودياناتنا المسيحية. أكيد. قبل ما أبدأ في المعمودية، هناك فكرة خطرت على بالي، وهي أنه الإنسان الأول كانت تجربته أنه بده يصير إله، يوصل من الشجر ويصير إله، فكانت هي الخطية الأولى. فلما إجا السيد المسيح بنشوفه قد لبى رغبة الإنسان الأول، عندما بالمعمودية جعلنا نصير أبناء الله. وكأن هاي الرغبة كانت موجودة عند الإنسان من البداية، إجا يسوع المسيح حققها عندما هو صار الإله ابن الإنسان، حتى الإنسان يصبح ابن الله. وهذا بعطينا فكرة عن أهمية المعمودية. في حديث اليوم عن المعمودية عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى، موت العماد هو موت وقيامة على مثال السيد المسيح. ثانيا، العماد هو امتياز ومسؤولية. ثالثا، كيف نعيش عمادنا؟ أولا، العماد هو موت وقيامة على مثال السيد المسيح. المياه التي تسكب على طالب العماد أو يغطس فيها ترمز إلى الموت. فمياه الطوفان في أيام نوح قد أتلفت كل شيء. نقرأ في سفر التكوين، وكان الطوفان 40 يوما على الأرض، فكثرت المياه جدا جدا، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت السماء كلها، فهلك كل ذي جسد يدب على الأرض والناس كافة. السيد المسيح جعل من مياه المعمودية فاعلية الموت، بحيث أن من يدخل جر العماد يموت مع المسيح عن الإنسان القديم، كما يقول لنا القديس بولس: أو تجهلون أننا وقد اعتمدنا في يسوع المسيح إنما اعتمدنا في موته فدفننا معه. في المعمودية يموت إنسان الخطيئة والأنانية والأعمال الشريرة. والمياه ترمز أيضا إلى الحياة والنقاوة. ألم تنقذ مياه الطوفان نوح وأهله وهم في الفلك الذي حملته مياه الطوفان؟ وهكذا، كما أعطى يسوع المياه فعالية الموت، فقد أعطاها أيضا فعالية القيامة والحياة الجديدة، كما يقول القديس بولس: إننا وقد اعتمدنا جميعا في يسوع المسيح إنما اعتمدنا في موته لنحيا نحن أيضا حياة جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات. فعندما يخرج طالب المعمودية من جرن المعمودية يخلق من جديد. بالمعمودية مات الإنسان القديم وقام الإنسان الجديد، ولهذا تدعى المعمودية ولادة ثانية. من لم يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات، قالها يسوع يوما لنيقوديموس، مشيرا إلى الولادة الروحية الثانية في المعمودية. ثانيا، العماد امتياز ومسؤولية. لا ينتهي العماد بانتهاء حفلة العماد، بل هناك مسؤوليات تترتب على طالب العماد مدى الحياة، وهذه بعض المسؤوليات والامتيازات المنبثقة عن مفاعيل المعمودية. أولا، في المعمودية نصبح أبناء الله. في المعمودية يعيد الله إلينا صداقته ويجعلنا أبناءه بعد أن فقدنا هذه الصداقة وهذه البنوة الإلهية بالخطيئة الأصلية. يوم العماد يقول الله الآب للمعمد ما قاله يوما ليسوع: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. أنت ابني بالتبني وليس بالطبيعة، كما هي الحال بالنسبة ليسوع. وهكذا يستطيع المعمد أن يخاطب الله قائلا: أبا. في المعمودية
نصبح ليس فقط أبناء الله بل أيضا إخوة للمسيح. من هنا علينا أن نسلك كما يليق لأبناء الله أن يسلكوا، كما يقول القديس بولس في رسالة إلى أهل فيليبي على ما يليق بإنجيل المسيح. ويقول القديس بولس في مكان آخر علينا أن نسير على ما يليق بالرب في كل ما يرضيه، فنثمر بكل عمل صالح وننمو في معرفة الله. وأيضا لا تجعلوا أعضاءكم أسلحة إثم للخطيئة، بل اجعلوا أعضاءكم أسلحة بر لله. فهل حياتنا وأعمالنا مطابقة لهذه المسؤولية؟ ثانيا بالمعمودية نصبح أعضاء حية في الكنيسة. من جرم المعمودية يولد شعب الله الجديد. بالمعمودية الواحدة نصبح جميعا جسدا واحدا، رأسه السيد المسيح. يقول القديس بولس إننا اعتمدنا جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا. بالعماد يصبح المؤمن حجرا حيا لكنيسة المسيح، ويصبح له حقوق قبول الأسرار في الكنيسة وعون الكنيسة الروحي وأي خدمة روحية يطلبها من الكنيسة. لكن يجب أن لا يطلب المؤمن حقوقه في الكنيسة وينسى واجباته كما يفعل الكثير من المؤمنين. ومن واجبات المؤمن المشاركة في بناء الكنيسة والشهادة للمسيح وسط العالم. تريد الكنيسة أن يرى العالم المسيح في المسيحيين ويقرأ الإنجيل في حياتهم، فأين نحن من هذه الشهادة؟ هل المسيح قدوتنا وإنجيله دستورنا؟ ثالثا بالمعمودية تمحى الخطيئة الأصلية والفعلية. العماد يحل الإنسان من خطاياه كلها، من الخطيئة الأصلية التي ورثها عن آدم ومن خطاياه الشخصية التي اقترفها إذا كان المعمد بالغا، فيصبح طاهرا نقيا كما خلق الله الإنسان قبل أن يقع في الخطيئة. لكن بالعماد ليس فقط تمحى خطايا الإنسان، بل يعطى حياة جديدة، يعطى وزنات عديدة، وعلى الإنسان المعمد أن يتاجر بها، فتعطي الوزنة وزنتين وثلاث وأربع، وما التجارة بالوزنات إلا التقدم في محبة الله والقريب وتغذية هذه الحياة الروحية بقبول الأسرار المقدسة ولا سيما سري الاعتراف والتناول. فالمسيح المثالي ليس من لا يعمل الشر، بل من يعمل الخير ويستثمر الوزنات الروحية لخيره الروحي وخير الكنيسة. رابعا بالمعمودية يفرض علينا التخلي عن الإنسان العتيق والحياة طبقا للإنسان الجديد، إنسان النعمة. يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل كولوسي: البسوا إذن أحشاء الرحمة واللطف والتواضع والوداعة والصبر، احتملوا بعضكم بعضا وتسامحوا، وفوق كل شيء البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليسد في قلوبكم سلام المسيح. ثالثا وأخيرا كيف نعيش عمادنا؟ ليس العماد حدث عابر في حياتنا، ولا احتفالا يدوم نصف ساعة وينتهي، ولا شهادة نأخذها ونضعها في ملف الأوراق الخاصة بنا، بل العماد حياة وعمل. فأنا أعيش عمادي متى؟ كلما عملت على تنمية إيماني بتثقيفي عن طريق قراءة الكتاب المقدس والكتب الروحية، لا أن أدفن إيماني كما دفن صاحب الوزنة الواحدة وزنته في التراب دون أن يستثمرها، فاستحق قصاص سيده. أعيش عمادي عندما أحيا حياة تليق بأبناء الله وأشهد للمسيح بين الناس بحياتي وكلامي. فأنا بالمعمودية قد أصبحت ابنا لله وأخا للمسيح. أعيش عمادي عندما أحيا مبادئ الإنجيل المقدس من محبة وخدمة وتواضع وتسامح وعطاء، فأعيش في نقاوة الثوب الأبيض الذي لبسته يوم عمادي. وأخيرا أعيش عمادي عندما أساهم في بناء الكنيسة مع غيري من المؤمنين، لأني بالمعمودية قد أصبحت عضوا في هذه الكنيسة، في هذه الأسرة الكبيرة. فعلي أن أفكر دوما ليس فقط بحقوقي في الكنيسة، بل أيضا بواجباتي في الكنيسة. فعلي أن أفكر ليس فقط ماذا أستطيع أن أستفيد من الكنيسة، بل أيضا ماذا يجب علي أن أقدم للكنيسة. فاذكر أيها المسيحي مكانتك السامية بعد المعمودية، فأنت ابن الله والله أبوك، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك أنت.
أخونا، وشكرا على هذا الكلام الطيب وهذا الشرح الوافي عن موضوع المعمودية، فربنا يباركك وصباحك نور يا أبونا. شكرا لك. شكرا لكم أيضا، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله نحن دائما في خدمة كلمة ربنا. أمين، أمين يا أبونا. شكرا لك. تسلم تسلم. صباحك نور. طبعا هناك أبونا في سؤال من أحد الأخوة على صفحتنا عم بيقولوا إذا تم ولادة طفل ومات نعم وأبوه عمده، هل تقبل معموديته؟ طبعا تقبل. نعم نعم، لأنه في أعطت الكنيسة نعم يعني بحالة الأب المؤمن نعم الأب المؤمن أنه يعمد طفله لأنه في نعم. وظرف يعني بالزبط. بيكون طارئ بالضبط 100% نعم. أكيد يحق يحق. فإن شاء الله بنكون جاوبنا على السؤال اللي هي I think بعتقد ماجد البير. نعم. ماجد البير صباحك نور، وأبونا جاوبك على السؤال نعم تقبل معموديته ولن يموت في الخطيئة الموروثة، أنه هل سنة سيموت نعم في الخطيئة الأصلية. بالعكس وهو ملاك يعني هذا الطفل اللي لسه ما عرف هالدنيا بالضبط 100% يعني أبونا كمان أوجز يعني الحقيقة في الموضوع. بس في نقطة بعد إذنك يعني بحب نضوي عليها حكاها أبونا، هي الحقوق والواجبات. نعم. يعني هذا موضوع جدلي منذ تأسيس الكنيسة، يعني بعد التلاميذ 12 وصار في 70 تلميذ وبلشوا المسيحية تنتشر بالعالم، بلشوا يعطوا هاي الواجبات والحقوق، بلش في موضوع لما مين بده يقدم على الموائد، مين بده يقسم، فقسموا الشمامسة الذين يخدمون على الموائد وشمامسة خدام الكلمة، مين بيبشر، مين بده يجهز لهم الطعام بس يرجعوا، اللوجستية نعم. الأمور هاي أكيد. موجودة اليوم بالكنيسة أكيد. يعني نعرف أنه بعيد البربرة في سيدات الكنيسة الأخوات الفاضلات هن اللي بعملوا مثلا القمح المسلوق، في احتفالات معينة زي ما حكى بعيد الغطاس بحطوا الزلابية أو يحطوا نوع حلويات معين بكل مناسبة، الفواكه بالعيد التجلي، فواكه الرمان نعم، العنب التين، كل يعني لهم خصوصياتهم ولهم فهذا سؤال جدلي ودائما انه حسب المواهب اللي الله اعطاها للانسان. يعني حكى كلمه ابونا بحب اضوي عليها، حكى انه مش دائما انه اذا انت ما عملت شر انه انت بتعمل صالح، لا كمان بدك تعمل خير. يعني في ناس بوقفوا بالنص، لا هو بيعمل شر ولا هو بيعمل خير، طب ما انت كمان يعني يكون معك فرصة الله أعطاك إياها إنك تقدم فيها وما تقدم هون كمان خطيئة. فهي الناس ما بينتبهوا فيها، يقول لك أنا يعني حتى بيجوا على سر الاعتراف بسمعها كثير، ولما الناس يجوا يعترف أبونا أنا ما علي خطايا، بس قبل هالعيد حاب طيب كيف ما عليك خطايا، ببلش يحكي تفحص ضميره إذا بدك تشجعه يحكي ككاهن بتشجعه إنه يحكي كذبت، ببلش بالخطايا الخفيفة شوي شوي شوي، ولا إنه عامل كل الخطايا بس هو ما بينتبه الواحد ما بننتبه لحالنا إحنا. نعم وتسبق المعمودية التوبة. فحص الضمير. كان يوحنا المعمدان يعمد ويطلب من الناس أن يتوبوا لأنه كان هو الذي كان يمهد لسيد المسيح بالضبط ومجيئه وتبشيره، فكان يقول أنه أنا أعمدكم في الماء أما يأتي بعدي من يعمدكم في الروح القدس والنار. ولما إجا يسوع المسيح وقف مع طابور التائبين عشان يعمدهم وشافوا قال له لا انت مش هوني مكانك، انت انا لا استحق ان احل رباط حذائك، فقال له لا لكي يتم كل ما هو بر، لانه المعمودية كان السيد المسيح يؤمن في المعمودية انه الانسان لما بده يخلص او يتوب لازم يتعمد. سؤال حلو هذا، ليش يتعمد المسيح؟ نعم فهو على اساس انه يكمل ما كان موجود من السابق، لكن معمودية السيد المسيح اللي هو بلا خطيئة لذلك انفتحت السماوات وظهر الروح القدس بالضبط. وجاء صوت الرب على شكل حمام يقول هذا هو ابني الحبيب الذي عنه رضيت. فهذه الصورة اللي هي معمودية السيد المسيح اللي هو الإنسان اللي بلا خطيئة نعم. ويعني لا يحتاج إلى معمودية، هي كانت للإعلان دكتور نعم. يعني الناس ما كانوا يعرفوا يسوع علشان زي ما تفضل أبونا فرح يقول إنه كلنا صرنا أبناء الله وأخذنا هذا اللاهوت الإلهي إنه أنا أكون ابن الله نعم. فمن وقت عماد السيد المسيح أخذنا موضوع المعمودية. إذا بترجع للكتاب العهد القديم
في صور كثيرة بتدل على المعمودية. نعم مثل صحيح. مثلا نوح الفلك طبعا. وتغطيسه بالماي لأربعين يوم مثل ما ذكر أبونا فرح. موسى بالبرية، يعني هدول ذكرهم حتى القديس بطرس والقديس بولس لما ذكر عن الفلك انه نالوا الخلاص بالماي بالمال، يعني لما عبر مع موسى البحر كمان. نعم. لن نخلص الا مثل مثال نوح. نعم. القديس بولس حكى عن موسى. نعم. قال انه موسى في كورنثوس الاولى عشرة الآية، لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. في البحر لما يعني جاب معهم. كلمة اعتمدوا. نعم. فاعتمدوا يعني هي الغطس بالماء، يعني مزبوط. نعم. أنه كانت السحابة فوقهم والماء على يمينهم وعشمالهم، كأنهم مغلفين في المياه ومحفوظين في داخل هذه المياه. فكان يعني كأنه الخروج من الموت إلى الحياة. نعم. حتى يعني باللغة دكتور العماد يعني هو اللي بيمسك البيت، يعني خلينا نقول الأساس اللي. نعم. ماسك فهو الإيمان المسيحي الأساس الماسك تاعه الانطلاقة منه، من آمن بكم فليعتمد. نعم. فالعماد هي انطلاق الأسرى والتنشئة المسيحية بيسموهم. نعم. فالإيمان ما بيكتمل إلا بالمعمودية. بالزبط. يعني إذا إيمانك كامل لازم عليك أن تعتمد. عشان هيك اهتموا التلاميذ في بداية الرسالة المسيحية إنهم يعمدوا. اليوم بسموهم دكتور العابرين، يعني اللي ما انولد في عائلة مسيحية. نعم. يعني إحنا كلنا تعمدنا أطفال لأن انولدنا بعائلات مسيحية، بس في كثير مسيحيين بالعالم هم مش من عائلات مسيحية، هم دخلوا المسيحية عن قناعتهم الشخصية بعد ما آمنوا بيسوع المسيح، بعدين بيعتمدوا. فزي ما تفضلتي لو بقى بإيمانه بدون ما يعتمد بيكون ناقص الأساس العماد. زي نوح، يعني لو بقي في إيمانه بس ما عملش الفلك كان مات معهم. لو موسى يعني لو ضل بإيمانه لكن ما أخذ الشعب وعبر فيه للأرض الخلاص. فالمعمودية هي يعني لازم الإنسان يعرف إنه المعمودية نعمة ومعجزة بحد ذاتها. يعني هي مش بس عمل ظاهري في الكنيسة بتعمله هيك مش مثل شكلي أو مناسبة شكلية، لا، لكن هي نعمة ينال فيها الإنسان الروح القدس ويوسم في الميرون 100%. يعني ويثبت فيه. فبقول لك هل الإيمان، هل المعمودية فقط تخلص الإنسان؟ يعني هل أنا مخلص إذا تعمده فقط؟ لكن المعمودية تبطل مفعولها إذا الإنسان مشي بالطريق الخطأ. خطيئة طبعاً. لأن المعمودية هي برضو بتعطي الحرية للإنسان، يا بيكمل بطريق البر. نعم. أو مثلاً إذا راح على طريق الخطيئة والشر في حياته، المعمودية بتوقف بمكانها، بطل في إلها مفاعيل شغالة في الحياة الإنسان. في النهاية نبتي كأنها بداخل الإنسان بدك تنميها. نعم. لكن إذا رجع الإنسان وتاب، عنده إيمان لكن رجع التوبة وتاب، أكيد. هل عليه أن يتعمد مرة أخرى؟ لا طبعا، لا، العماد يأخذ مرة واحدة بحياة الإنسان، لا يجوز أنه يتعمد أكثر. زي ما حكينا الحلقة الماضية عن نعمة الروح القدس بداخلنا، وبحكينا الكتاب المقدس لا تطفئها، لا تطفئوا. نعم. المعمودية اللي فينا ما تطفوها. طب إذا هي تبقى موجودة، بس زي ما تفضلتي إذا أنا مشيت بطريق الخطأ فأنا زي كأني عامل إلها تجمد. نعم. يعني بعطل، ما بفعلها، عكس بفاعيل تعطيل الفعل عملها في حياتنا، لأنه من ثمارهم تعرفونهم بحكي الكتاب المقدس. يعني لازم تبين المعمد بده يبين ثماره في هذه الحياة، ويأخذ من نعم الله تعالى في حياته اللي تظهر على سلامه الداخلي وعلى صدقه مع ذاته وعلى انسجامه. هذا السلام اللي بنحكي عنه دائما لازم ينبثق من داخل الإنسان، بده يعيش بانسجام مع داخله، ما بده يحقد، ما بده يفكر أفكار مش منيحة، أحكام مسبقة على أشخاص بالحياة بنطلقها أحيانا بدون أي اختبار بدون أي معرفة، وهي كلها بتسبب لنا مشاكل نفسية بداخلنا، بتعمل لنا اضطرابات، بتعمل لنا هي بتغيب المحبة. نعم. لما بيكون في حقد مستحيل الإنسان كيف بدك تحب أولادك وتحب الناس لها، بس في ناس ما بتحبهم، فبتصير في هذه الازدواجية في شخصية الإنسان بتسبب له
هذا الخمول وعدم تنمية مفاعيل سر العماد في حياتنا. والطقس المعمودية، المية والصليب والزيت، هاي كلها طقوس بتخدم المعمودية. طبعا في إلها رموز الصليب والكاهن، وجود الكاهنة والصلاة والميرون، فبتصفي المية، هي ماء مقدس مش أي واحد بيقدر يلمسها ويعمل سر المعمودية. لازم يكون في أجواء خاصة من زي ما حكينا، المياه، الميرون، الكاهن، وكلام الصلاة والتقديس، عشان هذه بتكون مية مقدسة 100%. فضروري يعني هذا الطقس اللي بيخدم المعمودية. حتى المية بعد الاستخدام، نحكينا انه هاي المية بنحطها نسقي فيها نبات او كذا، يعني ما بتنكب المجاري التصريف المياه العادية، لانها زي ما تفضلت حضرتك هي مياه مقدسة. مقدسة. والطفل نعم. بنقول له اول حمام له بعد العماد يحطوها المية على جال كمان يسقوا فيها النبات، ما يخلي، لانه في جزء من الزيت المقدس والميرون نعم. المقدسين. نعم. ابونا انت ذكرت على نيقودموس والجدل اللي كان بينه وبين سيد المسيح. نعم. قال له انه ان لم يولد الانسان ثانية من الروح القدس فما بنال ملكوت السماوات. وكان نيقودموس، تحكي لنا عن نيقودموس، هو شخصية نعم. اعتبارية، يعني هو عضو بالمجمع السندهريم اليهودي، وهو انسان من علماء الشريعة اليهود، كان يقرأ العهد القديم ويعلم ان المسيح لابد ان يأتي ويخلص الشعب، ولكن كان في هناك ازدواجية بالمفاهيم بين الشعب، انه فكروا ملك يعني راح يقضي على الملك الحاكم بهذيك الفترة وراح يعيد الملك للمملكة اليهودية السابقة اللي كانت مع داود وسليمان، اسسها الملك داود، فكانوا يعتقدوا بهذه الافكار. فكان نيقوديموس يحكي بناء على فهمه للموضوع، ويسوع بحاول ينقل فيه من الجسد الى الروح، زي ما بنحكيها بالعام التخم نيقوديموس، يعني طب انا بفكر انه هذا الزلمه بده يعيد لنا الملك، خصوصا يعني شافوا يسوع انه ملك يعني قدها، يعني طعمها 5000 واحد. نعم. طب هذا واحد طعمينا مش راح نجوع معه، بيلبسنا بس، بيعمل لنا هيك، بيشفي اوجاعنا، طبيب نفوسنا، شو بدنا احلى من هيك؟ ما خلى واحدة من هالخاطئات الا انه فوتها الطريق الصحيح وضبها العالم اللي هي كانت ضايعه بالشوارع، اللي كانوا عايشين بالزنا والخطيه، سامحهم واعطاهم انطلاقه جديده وصاروا يبشروا معه. يعني هذا معلم اخلاقي، هذا ملك صالح، يعني فبدنا اياه ملك يملك على هذه البلاد. وهنا النقاش بين ايضا بين بيلاطس وبين يسوع، قالوا انت ملك؟ قال له انت تقول. قال اف انت قدامي بتحكي انك، طب انا هو اقل من ملك، يعني كان بيلاطس بن طيه هو والي، يعني الملك مفوضه على ولاية فلسطين، يعني زي ما تقول محافظ عندنا اليوم. نعم. يعني وهذا قاعد بقول له أنا ملك، أنت ملك؟ آه ملك. وحطوه، ثبتت وكتبت بالأحرف العبرانية فوق الصليب يسوع الملك اليهود. فنيقوديموس أخذ المفهوم اللي إحنا كثير دائما بنأخذه، المفهوم الأرض، بدنا ربنا يعطينا حاجياتنا المادية أهم شغلة، هلا مواضيع الحياة الروحية هاي لما نموت نطلع عنده بحسب كل واحد فينا. كثير في ناس اليوم بينشغلوا بالماديات وبنسوا الحياه الروحيه، بيبعدوا عن الكنيسه، بيبعدوا عن جماعه المؤمنين، بقول لك انا والله بنصلي لحالنا بنتحاسب، مش يسوع حكى لنا من دخل مخدعه واغلق بابه يصلي؟ ما زي هيك، ما انت بتاخذ نوع وبتنسى، يعني زي لما نجتزئ جزء من بيت الشعر او جزء من الايه او جزء من ما تكمل. في ملحق، في متممات، يعني كل قصة بالكتاب المقدس، كل قصة بالعهد الجديد هي نتيجة أحداث، نتيجة مواقف، نتيجة بدك تقرأ الفصل اللي قبلها والفصل اللي بعدها تعرف شو هي الأحداث بتتابعها. فببلش المطلع الإنجيل يوحنا كمان بأول معجزات يسوع بقانا الجليل، بيشوف يعني هذا ملك عظيم بالنسبة للشعب، انبهروا فيه، يعني مية حولها مشروب صارت مبيد، سمكتين طعمت 5000 ومن 5، هاي الخبزات، ويعني كل هالمعجزات اللي كان يعملها يسوع قدامهم. فنيقوديموس كان جاي بالليل، بحكي النص انه اجا خلسة، بدوش كمان المجمع يشوفه انه هذا نيقوديموس جاي عند هذا المسيح. نعم. بعدين كانوا اليهود بيشككوا فيه، انه يعني اوكي عمل هاي كلياتها، بس لا مش هذا، لانه هذاك بده يجي بده يعمل 1 2 3. نعم. هذا قاعد ببكتنا على خطايانا، هذا قاعد ببهدل فينا،
يعني صاروا يخجلوا من حالهم لما يسوع كان يحكي معاهم مع نيقوديموس ومع العلماء اليهود، يخجلوا من حالهم، يعني كشفهم أمام الشعب أمام الناس، أيها المرائين أنتوا بتعملوا هيك وبس بتعملوا للناس هيك، فحط الناس بالجو الصح والخطأ، يعني فحص الضمير. أصبح بالمسيحية قديس بولس بيحكي كل شيء يحق لي ولكن ليس كل شيء ينفع، ليس كل شيء صالح، يعني المسيح طلعهم من مفهوم الحرام والحلال لمفهوم بليق فيه أو ما بليق فيه، مش ما بعمل هيك لأنها خطية ولأني راح أتعاقب راح أنحط بجهنم إذا أنا بزني أو بسرق أو 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 تلك الخطايا، لا، لأنه أنا عيب علي أعمل هيك، أنا بخجل من يسوع، لأنه من أحبني بيحكي يسوع بسمع كلامي، فإنه نحب يسوع وما نسمع كلامه بصير زي معرفة الشيطان لله، بصير بعرف وما بآمن فيه، شو استفدنا؟ بعرف أنا الإمكانيات اللي عند حضرة الدكتورة، عندها المواهب، عندها الها، بنفس الوقت ما بدي أسمعهم، طب يعني في تناقض ما بين الشخصيتين، لذلك نيقوديموس كان بيمثل الإنسان تساؤلات الناس الأرضيين اللي بعيدين عن الحياة الروحية، لأنه اليوم التأمل، الصلاة، الخلوة الروحية، الرياضات الروحية، هي الفترات اللي بتكلم فيها الله هي صمت البشر، يعني الله يتكلم بالصمت، بالهدوء، بالسكينة، فقديش بيمشي زمن وإحنا بضوضاء حياتنا بالأزمة وبركض وبالها وما بنأخذ هاي الخلوة الروحية اللي بنسمع فيها صوت الله اللي بينمي فينا مفاعيل العمادنا، مفاعيل انتمائنا المسيحي، هاي كلياتها بتصير زي ما حكى أبونا فرح قبل شوي، نعملهم على الميزان اللي هي الحقوق والواجبات، بدك حقوقك بنفس الوقت بتقدم واجباتك، ولكن فئات الشعب دكتورة هي متفاوتة، يعني في كل واحد حسب موهبته، في ناس بيقدروا يدعم الكنيسة بالمادة، في ناس بيقدروا بالترتيل بالخدمة بالكنيسة، فالتقيت بشاب مبارح بيحكي لي انه قد ما هو مداوم بالكنيسة وقد ما هو متحمس دائما بالخدمة بيكون يشارك يحمل الصليب يحمل فواحد من اللي ما بيصلوا فبيعزمه بيصلوا، قال انت قديش بتدفعوا لك الكنيسة يعني انه بيعطوك مصاري مشان تقدم الخدمة هاي، قال لا انا مش موظف عندهم بس انا بحب هيك بالضبط انا بحب اكون هيك. وقبل شوي كنت حضرتك بتحكي عن الكاريتاس وعن القداس اللي راح يقيموا اليوم مع السفارة البابوية ما هدول الأشخاص كمان متطوعين. يعني متطوعين خدموا بكل أمانة وبكل صدق الجمعية الكاريتاس والناس والفقراء بدون مقابل بدون أجر. نعم. يعني تخيلي قديش بعد في عندنا شباب حلوين شباب متحمسين أقوياء عندهم هل باب التطوع في ظل إنه اليوم كنا ما يعني صعب الواحد يقدم بدون ما يصير الحقوق والواجبات بدون هاي يعني صح. هاي تضحية أيضا كبيرة جدا الله يهنيهم. يعني سر المعمودية أبونا بالنهاية هو سر يعني يجمع بين الموت والقيامة 100% الموت والقيامة في السر المعمودي، عشان هيك في ناس كتير بقول هل يتكرر هذا السر في بعض الكنائس يكرروا المعمودية اللي أخذوها بالأطفال لأنه نالوا الإيمان والخلاص وبيكرروا موضوع المعمودية لا يجوز فكأنه الواحد يعني في مقولة لأحد الأباء أنه كأني بصلب المسيح مرة أخرى لما بموت وبقوم معاه مرة تانية يعني إنه مرتين أول مرة ما نفعت الثاني مرة ممكن تزبط يعني هذا المفهوم في بعض الكنائس تسير على هذا المفهوم اللي هي المعمودية الأخرى يعني إذا في لما بيكبر مثلا أو بيزيد إيمانه يعني هي تجديد مفاعيل المعمودية زي إحنا ما بنحكي بحلقتنا اليوم يعني كثير إحنا بكنائسنا وإحنا شباب صغار بأول العمر كانوا الكهنة يجمعونا يقولوا إحنا نعمل احتفال اليوم تجديد مفاعيل العماد في حياتنا يعني تجديدها ولكن أن يعاد السر بسكب الماء أو هذا ما في داعي أصلا يعني ما خلاص نن المعمودية يعني. معنا اتصال شباب بيخبروني مع الدكتور جلال فاخوري صباحك نور دكتور صباح الخير اهلا وسهلا فيك كل عام وانت بخير وانت بخير يا رب انت بخير صباحك نور دكتورنا الحبيب كمان صباحك نور تفضل دكتور طالما انكم بتحكوا عن المعمودية فانا في عندي هيك كم من كلمة لو سمحتوا لي اقولها تفضل الحقيقة أن قضية المعمودية بصرف النظر عن كل اللي حكوا الآباء يعني هم كويس طبعا من ناحية دينية أنا لا أتكلم من ناحية دينية أنا بدي أحكي ما هي فلسفة المعمودية أولا أنه إذا كان الإنسان يطمح بطبيعته إلى أن يتحد مع الله
ويكون في السماء في يوم من الأيام، فمن الطبيعي أن يقبل المعمودية على أساس أنه اتحاد مع الروح القدس نفسه. لأنه بالعماد لا يكتسب الإنسان بالماء، لا يكتسب الروح إلا إذا كانت من الروح. السيد المسيح قال من جاء من الروح فهو جاء بالروح فهو من الروح، ومن جاء من الجسد هو من الجسد. بمعنى آخر إنه لا يمكن الإنسان أن يكون إنسان طبيعي يدخل المسيحية إلا إذا كانوا جاء من الروح، والروح يكتسبها من السيد المسيح. لأنه المسيحية مثل البناء إلها مفتاح، هذا المفتاح لا يمكن إنسان يقدر يدخل المسيحية إلا بهذا المفتاح. يعني المعمودية هي ترخيص لدخول المسيحية، هي ترخيص وتصريح لدخول المسيحية، وإلا كيف نعرف إنه هذا مسيحي أو مش مسيحي؟ هذه نقطة أهم جدا. النقطة الثانية إنه لما بيقول إنه المسيح لبستهم، لا يعني أن لبسنا لباس المسيح، أي تلبسنا روح المسيح، أخذنا روح المسيح نفسه. عندما يأخذ الإنسان روح المسيح نفسه، من الطبيعي إنه يفعل أفعاله ويعمل نصائحه وتعليماته ويمشي نفس المسيرة اللي مشاها السيد المسيح. وبعكس ذلك لا يعتبر المعمودية هي سر مقدس عند المسيحيين. فسرية المعمودية هي في أخذ الروح من الروح القدس من السيد المسيح، وليس من اكتسابه بتغطيسه بالماء. يعني جميل اللي حكوه الآباء، يعني من ضمن الدين، ولكن أنا بفلسف الموضوع إنه إذا كان المعمودية هي أخذ الروح نفسها، فهذا هو سر العماد، أن نأخذ الروح القدس ونتحد بالروح القدس لنكون في يوم من الأيام آلهة على الأرض كما أراد لنا السيد المسيح. هذا هي الغاية من المعمودية. نعم، هي دكتور المعمودية هي نعمة، يعني هذه النعمة التي أعطيت للإنسان. طبعا ما بتفرض على الإنسان السماء، لأنه بده الإنسان، لأنه مش كل معمد بيوصل السماء لأنه بخطيئة طبعا، لكن هي نعمة وامتلاء الإنسان من الروح القدس. عفوا، أرجو أن لا يفهم هيك، أنا ما قلت هيك، قلت إذا أردنا أن نكون مع الله في يوم من الأيام، وهي رغبة الإنسان على أن يكون مع الله في يوم من الأيام، فمن الطبيعي أن نأخذ روح المسيح على أساس أنه يصححنا هذا التصريح لدخول المسيحية. وحكيت لك أنه المسيحية كالبناء، يعني ما لم تأخذ هذا التصريح أو البطاقة اللي بتدخل فيها للمسيحية، أنت لست مسيحي. نعم، هذا واضح تماما. يعني نعم. أنا بحكي عربي يعني. نعم. صحيح دكتور، خاصة إنه جاء كمان في الكتب المقدسة بقولك اسهروا واجتهدوا وصلوا، يعني كل المعمدين أعطيت لهم كمان هذه النصائح، إنه اسهر واجتهد وجاهد وصلي، ما تطفئ الروح. في بطاقة معينة اسمها سر الروح القدس، في بطاقة معينة يجب أن تحصل عليها، هذا هو سر العماد. نعم، زي مثل ما تقول ينكتب اسمه في سجل السماء، كل معمد مكتوب اسمه في سجل السماء، يا بيحافظ عليه يا بيضيعه. أنا يعني ما يكونش مؤاخذة أحترم كل الآراء الكائنة لأنهم بيحكوا بالدين، أنا ما بحكي بالدين. نعم، أنت نعم الفلسفة، ما هو جزء من الديانة والتحليل كمان جزء منه فلسفة، مثل ما حكى أبونا جورج شرايحة لما درسوا للاهوت، درسوا جزء كبير من دراستهم كانت فلسفة. هي هيك يعني. نعم. ما هي غاية الإنسان على الأرض؟ أن يتحد مع الله. نعم فعلا. فإذا كان اتحادنا مع الله بده يجي هيك يعني حسب رغبتنا،
ما بيجي الا الا بالحصول على هذا المفتاح، هذه البطاقه السر. يعني ما هو سر المسيحيه؟ انت بدك تمشي حسب سر المسيحيه حتى تصل الى الله. يعني طريق الله ليست ممهده هيك بالرغبه، انه بدنا يعني معناه بدنا. بدك تسلك هذا الطريق المسيحي القويم حتى تصل الى الله. طريق المسيح صعب جدا. قال السيد المسيح: اسعوا لان تدخلوا من الباب الضيق وليس من الباب الواسع. شكرا للمداخلة دكتور وهذا الشرح العميق. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد وصباحك نور. لو سهل هلا يعني مثل ما خبر بولس القدس بولس الرسول لما قال: المنقادون بالروح أولئك هم أبناء الله. يعني اللي بنقاد بالروح هو ابن الله. يعني هي الموضوع الدكتور جلال كمان الفلسفة مش بعيدة عن اللاهوت زي ما حكيت لحضرتك. يعني لازم كمان الكهنة يكونوا عندهم الفلسفة اللي احنا بنحكيها هي الكلمة اليونانية القديمة اللي هي الفيو المحبة وصوفية، يعني محبة الحكمة. هلا شو يعني الحكمة؟ الحكمة شو هي؟ يعني هي الطاقة الذهنية التي تفوق واقعها. يعني بيكون أكثر من هو الحكيم، بيكون في مجموعة من الأشخاص كثير بيسترشدوا بده يأخذوا منه. يعني هو الله معطيه موهبة أكثر من الأشخاص في تحليل وتفكيك الحكمة، الحكي الكلام. نعم. المحيط فيه، ويأخذ الأبعاد الحقيقية العميقة اللي بتفوت لروحانية الإنسان زي ما حكى الدكتور قبل شوي، كينونة الإنسان من وين إجا، إيش غايته بالحياة. هي الفلسفة بتجاوب على سؤال الحكمة: إيش غايتك من الحياة؟ إيش جاي الواحد يجي بده يعيش 60 70 80 سنة بهالحياة؟ إيش الغاء؟ في ناس بحكي إن أطلع جيل منيح، أولادي، بيتي، موهبتي، أشوف وين شغفي، يعني الحب المطلق اللي أنا بلاقي حالي فيه. يعني مثلا دكتور بتقول أنا بشوف حالي بس قدام الكاميرا، بحس حالي إنه كل ملايين البشر اليوم قاعد بهالفضائيات بالعالم كله بدها تسمع الدكتورة باسم من لحظة هاي شو بدها تحكي. فقديش شغفك بتعيش اللحظة، قديش الدم بيجري بعروق واحد لما يعمل شغفه والإشي اللي بحبه والإشي اللي بيلاقي حاله إنه ممكن يكون هو حكيم فيه، بيطلع فلسفته الخاصة وبيطلعها ضمن طبعا اللاهوت، ضمن الفلسفة الأخلاقية المسيحية، القيم والمرجعية يعني لكل فضائية بالعالم في إلها سياسة. هاي الفضائية المصطلحات المستخدمة التعاطي، فبصير هي زي منهج حياة معروف إنه النيورسات تبعد كثير عن المواضيع هاي، بتفوت بالمواضيع هاي. فضائية الـ BC إلها فلسفتها، الكذا إله فلسفته، كل واحد في إله ثقافة معينة، فلسفة معينة. فقديش الروح القدس اللي بداخل كل واحد فينا بيكون موجهها صح بحياتنا، قديش في ناس كثير بنبهر من هالروح القدس اللي عندك. في النهاية بتكون زي ما حكى الدكتور إنه صار هذا الاتحاد في المعمودية في حياتك الروحية، صارت مش بس باسمة لحالها، هي بتطلع باسمة ويسوع، فبتطلعهم للناس، بيكون هذا الشكل المقبول اللي يسوع بده إيانا نوصله للعالم. نعم. في كتير مشاهد أبونا خاصة بمسيرة التلاميذ في التبشير وأيضا رسالتهم في التعليم، لما كانوا وين ما كانوا يروحوا ويعلموا ويبشروا عن السيد المسيح كانوا ينهوا التعليم اللي هو الإيمان ويدعوهم للتوبة ومن ثم المعمودية. فموضوع المعمودية من عدور الكنيسة الأولى كان هو يعني سمة كل إنسان مسيحي ينال الخلاص في المعمودية. يعني اللي بتساءل بقول هل المعمودية ضرورية؟ هل المعمودية مين وضع المعمودية؟ مين فرضها علينا المعمودية؟ إنه هذا سر كنيسة عملته، بشر سوته، لكن المسيح سيد المسيح يعني قال إنه اذهبوا وتلمذوا ثم عمدوهم. يعني هذه وصية السيد المسيح لكل التلاميذ، فكانوا التلاميذ جدا يعني دائما منقادين إنهم يعمدوا. بالنسبة لهم العماد كان أساس تبشيرهم يعني وأساس رسالتهم على الأرض. بالضبط، بحكوا بكل المصطلحات الفقهية والدينية، بحكوا دائما أنه لا اجتهاد فيما أتى به النص. نعم. يعني فما بنقدر نقول هل العماد ضرورة أو مش، ما في نص. نعم. زي ما تفضلت يعني خلاص يعني انتهى. يعني في كتير كمان مشاهد عم تحكي عن أهمية المياه دائما، مثلا السامرية على بئر المي. نعم. وطلب منها تعطيه مي وأنه هذا المي الحياة. فيعني الماء مثل الأعمى اللي غسل عينيه وقال له روح اغتسل، مثل المخلع اللي قال له
بحيرة سلوان. نعم. يعني المي هي الشفاء تطهير. الروح تطهير مثل ابن الشاطر لما قال انه اذهب واستحم لانه انسان خاطئ ورجع، فقبل ما يقبله يعني اوكي انه قبله وقبل توبته، لكن قال له اذهبوا حمموه والبسوه حلة العرس. فيعني موضوع المي، لان اللي بتسائل بقول لك ليش المي وليش العماد، ليش بهذا الاسلوب التقطيص، طب قال عمدوا ليش العماد لازم يكون في المي. فالمي اجى مشاهد كثيره في الكتاب المقدس، وفي كثير يعني اللي بتابع بيشوف انه اهميه المياه لغسل الروح. نعم، هي من منذ بدء الخلق يعني. نعم. كانت المياه. حتى بسفر الرؤيا لما بقول انه في انه بسفر الرؤيا انه منظر جميل السيد المسيح على عرشه وامامه كان ماء مثل الزجاج البلور، وكل المخلصين كانوا واقفين على المي. فكانه في سفر الرؤيا عم بخبر انه وجودهم مع السيد المسيح في الملكوت لازم يكونوا من خلال المعمودية أو المياه. هذا موجود بسفر الرؤيا. طبعا نحن جينا على نهاية برنامجنا، يعني باقي تقريبا دقيقتين، فمنصب على كل الأشخاص الموجودين معنا على المباشر على صفحتنا على فيسبوك، ومنقولكم لأمل السلمان صباحك نور يا أمل، وركان حجازين وريتا الريحاني نصراوي، وأيضا نوال عطاوي حداد، سلوى الزعمط وندى حداد وعدنان سهاونة وإيمان شرايحة ومنار مزاهر جمو، ومن أيضا وسلوى الزعمط، نعم ذكرناها، وأمل نفاع، صباحك نور، ويليام نعمة، ماري حزبون، جوليانا الفار، وبشار طشمان، وباسم سبير عصفور، صباحكم نور، خضر خوري، صباحك نور، بيير حنين، وإيهاب عماري، وسارة مرزا، وحسام الدعيبس، وبسام الدعيبس، وبيير المرجي، وغادة هلسي، وطعمة طعمة، مجد البير، وسميرة تانيوس هشول، صباحكم نور كل الأشخاص واللي صبحوا علينا. إن شاء الله منكون أجبنا على تساؤلاتكم من خلال هذه الحلقة عن سر العماد. نتمنى بسر هذا العماد وعمادنا علينا الاجتهاد، يعني المعمد ليس هو مخلص، يعني لازم يجتهد مظبوط بالعماد، يكتب الأسامي في ملكوت ربنا بالسماء، لكن دائما يعني وصية السيد المسيح أيضا اسهروا واضبوا على الصلاة، اجتهدوا واعملوا، فالإيمان والتوبة ومن ثم المعمودية، ما دمنا نلنا المعمودية معنى الإيمان والتوبة، فبالمعمودية نخلص. لكن المعمودية لما نتعمد هي ليس ضمانة، هي المفتاح زي بس مفتاح أبونا. نعم. مفتاح أو الدكتور مفتاح لدخول السماء. نعم. لكن ليس الضمانة أنه نكسب السماء بكل إيش بدنا نعمل، إذا مشينا بالخطيئة نخسر هذه المكانة ونخسر السماء، لكن علينا أن نجتهد، نصلي، نداوم على مفاعيل الروح القدس في حياتنا وروحنا، دائما نعمل من أجل أرواحنا لكي تبقى نظيفة طاهرة، نغسل كل أثامنا بمناسبة العماد لنعيد ذكرى هذه المفاعيل، ونعيد ذكرى هذا العماد اللي أخذناه وإحنا أطفال وصغار، ونعيد هالصفاء والنقاء ونلبس لباس السيد المسيح. فنشكركم جميعا على متابعتكم، ونشكر كل الأشخاص اللي كانوا على البث المباشر من لبنان وأيضا من عمان، ونأخذ البركة أبونا وننطلق بسلام وأمان. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا، ذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، وصباحكم نور، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل من نفس الموعد يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. صباحكم نور مجددا. يا مريم يا نايا ألحان السماء.
وجهك كل آن محدق ينساب عطرك في حنايا أضلعي وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق يا قوتي وحديقتي وسعادتي بابي على الإثم بفضلك مغلق قبطاني أنت في الخضم الهائج والنجمة والقبلة والزورق إن أثخنت نفسي جراح الحيرات يمناك تمسكني فلست أغرق يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينساب عطرك في حنايا أضلعي وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق كنت وأنت دائما أنشودتي ولغير لحنها لا يحن مسمعي وإليك صمتي فاقبليه معبرا عما أعي وعما ما قد لا أعي يجتاحني رجوع إلى الطفولة إن تهت عنك فضحوت مدمعي أنت السراج السرمدي لهيكلي صار الجمال بوحي حبك مطمعي يا أمي فيك مرتجى ما أشتهي يا مرفئي يا بسمتي يا مرجعي إن غبت غاب الله يا سر الصلاة لا مستحيل عندي ما دمت